بالنسبه للاقبال الفتره وداك الشيء باقا عند الساعه ما كيبان اقبال، عندنا السوق شويه خاوي ان شاء الله، نتمنوا هذه يومين غادي يكون خير ان شاء الله. بالنسبه للفتره حيت ضروري انها تخرج، كاين اللي كيخرجها فلوس، ولكن الغالبيه ان المستحب انها تخرج زرع، الناس كيخرجوها زرع، لان خصها تكون من المأكولات اللي كياكل الانسان. تقريبا هذا العام غادي تكون شويه غاليه، لان دايره تقريبا واحد الدقيق فيا جوج كيلو ونص غدير شي 17 درهم، تقريبا نقول 20 درهم باش غتخرج للفرض. حيت المولفة كتكون غير 10 دراهم 12 ونص 15، ولكن الغلاء اللي عارف دابا القمح دابا كيدير شي تقريبا القمح الجيد بالنسبة للفطرة وداكشي كيدير تقريبا واحد غادي 7 دراهم ديال البلاد، وهذا تقريبا غادا بالنسبة لجوج ونص كتعطي 17 درهم ونص، نقول 20 درهم بالنسبة للفرض. والقمح كاين خاصها الإقبال، نتمناو مع عند الله، باقي شويه كيترجاو الناس سويت الشتاء بالنسبه للامطار الخير هذا، باقا تعتق شويه الارض. بالنسبه للزرع راه كاين شي شويه، ولكن داكشي ضعيف بالنسبه لهذا العام تقريبا. القمح راه كاين، بالنسبه للقمح راه كاين ديال العام اللي فات، وكاين القمح ديال الخارج حتى هو راه موجود الحمد لله، ولكن الاقبال هاد الساعه راه باقي الحمد لله. القدره الشرائيه عند الناس شويه راه ضعيفه في جميع الميادين، بالنسبه لهنا بالنسبه جميع الاسواق الخضروات لكل شيء الحمد لله. هي بالنسبه للتراموي راه كتعرف يعني الترامواي الا داز شي شارع كينقص من العرض ديالو، كتولي هذا كيولي الازدحام كيولي هذا. بالنسبه لنا حنا كنبغيو نخرجوا عير من السوق، دابا كتوقف واحد تقريبا واحد 10 دقائق 5 دقائق عند الباب عاد باش كتخرج. بالنسبه لهاد الايام الاخر شهر رمضان حيت كيكون شويه الازدحام، خاصه حنا السوق قريبنا ديال الملابس وهذا، الناس كتجي كتكسى وداك الشيء وكيكون شويه الازدحام، الناس كتطلع من ضرب عمر كاين طريق وحده من هنا وكاين شويه ازدحام، ونتمنى على الله كل شيء يكون بخير ان شاء الله. بالنسبه للقطن راه كتعرف انا كيدخل رمضان راه تقريبا يومين الاولى ديال رمضان كانت مزيانه، من بعد ما كنبقاش. بالنسبه للقطن هذا العام ما كانش ذاك الاقبال اللي كان، واخا ذاك العام كان رمضان كانت الناس شويه الاقبال. بالنسبه لهذا العام تقريبا نقول الناس بحال تقريبا 60 أو 70% كاع ما داروا الحرير بالنسبه للناس، لان يعني كاين الغلاء. بالنسبه للعدس ما كاين مشكل، بالنسبه للحمص شويه غالي. بالنسبه للناس ما كانش داك الاقبال اللي كان، كان شويه الاقبال ولكن ماشي داكشي اللي على بالك. بالنسبه للعدس ديال كندا راه طايح، بالنسبه للحمص بالعكس عاود ثاني رجع الثمن ديالو شويه مع القله ومع قله الامطار، لان بالنسبه للحمص راه مزروع ولكن ضعيف بالنسبه لدابا هاد الصاد اللي كاين وهاد الحراره اللي كاينه دابا شويه غادا كتقتل فيه شويه بشويه. لما كان شي امطار الخير ولا هذا راه ما كنظنش يكون شي صعبه، يكون يقدر يكون عام ديال الجفاف اخر. نتمنى الله السلامه على الشيء اللي يقول واحد.